وميدو قال لي محمد صلاح كاريزما زيرو. انتقادك ليا مش فارق معايا. محمد صلاح هروح بي اس جي. لاخد شايل المنتخب على اكتافي. مال هو براعي نوع على الهواء في برنامجك ان احمد فتحي لان يقبل بالتنازل عن شارة قيادة المنتخب وشارة الكابتنة لمحمد صلاح. انا رايي ان هو ما ينفعش يكون كابتن المنتخب. صفرة. في لعيب كره قدم سابق شدوا للاخوان المسلمين. مصر تدخلت. نفس السيناريو اللي حصل مع جمعة الشوال مع الرئيس زكريا. سمعت الحكايه دي. قولوا بقى ميدو ما بيحبش محمد صلاح، قولوا مش عارف ايه، قولوا اللي انتوا عايزينه. احسن لاعب صاعد احسن لاعب في افريقيا. حسيت ان انا مشرف مصر فعلا ان انا تاني لاعب مصري ياخد الجائزه دي، كان بعد كابتن احمد حسام. والله يا ابني اخلاق. اكيد طبعا الواحد مبسوط جدا ان هو موجود في نادي اكبر انديه في العالم. يعني ايه كان ممكن السكه بتاعته تبقى ايه؟ تبقى بازل وبعد كده حاجه تانية وبعد كده حاجه ثالثه وبعد كده يوصل لتشيلسي، فهو ضرب دي على طول. صفرة. في ناس مش كل الناس عشان ما اظلمش حد شايف ان هو كتير على محمد انه يروح من مقاولين تشيلسي. مين متخيل ان بعد سنه ونص من مقاولين تشيلسي؟ مستحيل يا راجل يا معاطفي. تكلم الحاج. عشاق فن وموهبه محمد صلاح لاعب تشيلسي الانجليزي بيسالوا هو ايه اللي حصل له. محمد صلاح لازم يروح ساوثهامبتون، لازم يروح ساندرلاند، لازم يروح ستوك، لازم يروح سو ذاتس ا تايم تو جو اوتسايد انجلاند. محمد صلاح انا في رايي ان هو لعيب واحد من افضل اللعيبه المصريين اللي جم في السنين الاخيره، لكن كاريزما زيرو. ليه؟ ملهاش لازمه. عايز اكد لك يا كابتن مدحت ان انا لم اقصد ابدا ان انا اقلل من شان محمد صلاح. الكاريزما جزء منها الثقه بالنفس، ان البني ادم يبقى عنده ثقه في نفسه، ان البني ادم ما يبقاش فيك. اللعيب اللي ما عندوش كاريزما اللي هو اللعيب الضب، اللعيب اللي هو عفلات، الناس اللي تبقى انترستد فيه تبقى محدوده. عن اي كاريزما يتحدث؟ صلاح لا يستطيع التجول في شوارع روما بسبب عشق الجمهور الجنوني. النقد بيضايقك؟ بس اهم حاجه اللي اسمع له برضه هو يكون ذكي وانا افهم منه هو عايز يقول لي. قلت الكاريزما داخل الملعب. هو عم يلعب، شو وين المشكله بالكوال كاريزما؟ وين مبدا الكاريزما؟ صعب افهمك القصه دي. نو 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 نو. كان عندك كاريزما؟ كان جزء من شخصيتي انا، ربنا الحمد لله خلقني من الناس عايزه تتابع اخبار. مال انا بتمنى ان هو يبقى في روما 3 او 4 سنوات كمان. اسمع كلامك. Do you like proving people wrong? Is that Absolutely. Does it give you pleasure? Yes. No, it gives me motivation. It gives you motivation. Motivation, yeah, to prove them wrong, and I think I'm doing that for good 2 years now. اوعى تسمع للي بحب تروح. مهما حاولوا يهزوا ثقتك في نفسك، ما تتهزش. مهما تعب، كمل. أنا عارف إن الضغط عليك كبير، بس أنت قدها. اوعى حد يوقفك. ما تبصش وراك، ركز في اللي جاي. هتعدى عليك فترات صعبة، اصبر واستحمل، فكر في الناس اللي أملها فيك. انت مستنيك حاجات حلوة كتير، صدقني في الآخر انت اللي هتكسب. الحقيقة ان محمد صلاح افضل لاعب في تاريخ مصر. ابقى الزم بقى يا حبيبي تمامك، وما تركبش سلام مش سلامة. دلوقتي انت لو عايز تعمل انترفيو مع صلاح مثلا بتاع تدفع 300,000 دولار بالظبط، وانا بلعب كنت باجي لكم ببلاش. انت بتقارن نفسك بالسقه؟ انت بالكتير يا ابني كلب بالسقه. محمد صلاح هيروح بي اس جي الصيف ده. انا بقول لك كده على مسؤوليتي. لا ما دي اكيد على مسؤوليتي. طيب انا بقول لك محمد صلاح انت طلعت طالع جامد. محمد صلاح هيروح بي اس جي، وافتكروا كلامي اللي انا كامله قلته هنا. ماشي انا بقول لك شغل كبير قوي. ماله؟ والله العظيم يروح بي اس جي. النهارده لو جاله تريبل الفلوس اللي بياخدها وهو اوريدي كسب كل حاجه مع ليفربول، لا هيبقى عايز يروح بي اس جي. بتتكلم في نادي كبير،
بتتكلم في تخطيط لما بعد الاعتزال، ودي نقطه مهمه جدا، لان هو صلاح متوجه للحته دي، زي ما تشافي كان متوجه للحته دي، زي اني حته الحته بتاعت الدوحه معروفه شكلك فاهم يا نصه، زي ما كان في تحضير لفرانك ديبور، زي ما كان في تحضير لرونالد ديبور، مستمع منفخ وتوفيق العنخ وليله ان انت بيأتراكت الناس دي لمكان معين. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. ان هم ينهوا حياتهم الكرويه في مكان معين. يعني انت لو مكانه تروح فين؟ بي اس جي. اروح بي اس جي. هتروح بي اس جي. صلاح ستايز. كل اللي فات حماده، وكل اللي جاي حماده تاني خالص. منتخب مصر محمد، اصلا محمد خلي بالك مش يعني هو برده مش ناس حربه، فاهم؟ يعني دايما الموضوع ان يبقى مين قائد المنتخب اللي هو يكسب المنتخب، وتعالى له علاقه اصلا ان انت تبقى راس حربه. مال وابو صلح لم يكن ضمن فريق بلاده، علما انه طار الى مصر بهدف المشاركه في هذه المباراه وغيرها. كنت شايل المنتخب على كتفي. فهو قد اصيب بالكورونا ويخضع الان للحجر الصحي. مفيش بني ادم مسؤول يعاتب محمد صلاح يقول له يا محمد ما كانش ينفع تروح فرح اخوك، الخوف وصل لكده؟ انت طلعت وسخ وساخه. لما جالك كورونا عملوا لك مشكله؟ مش مشكله، بس اتكلموا معايا اللي هو مو انت جالك كورونا في فرح. في فرح بس هما تعبت في كورونا؟ لا لا كانت تمام. انا اتصورت مع عريس وعروسه من تحت يا عم ان شاء الله. لكنه اخطا في اهماله بالذهاب الى فرح اخوه. وعليك يا وسخ. موضوع شاره الكابتن عمل دوشه كتير. هو براهن على الهواء برنامجك ان احمد فتحي لن يقبل بالتنازل عن شاره قياده المنتخب وشاره الكابتنه لمحمد صلاح. اكلت سمك على المركب، انا بقول لك احمد فتحي هيوافق. ما افتكرش ان حد كان عنده مشكله غير ان هو فتحي قال الطريقه بس وهقف. انما انت طلبت ان انت تبقى الكابتن؟ خالص والله ما غلط خالص، بالعكس ده بتحط عليا ضغط انا كبير. عندي اكل سمك على المركب يا ميدو. قلت عليه انه ما ينفعش يكون قائد، هو مش ليدر. قلت عليه كده. دي حقيقه، ده رايي يعني، ده انا رايي ان هو ما ينفعش يكون كابتن المنتخب. على قد ما تقدر استفيد، لان انتقادك ليا مش فارق معايا. شوف الراجل ده وتعلم منه، شوف الراجل ده كان فين ووصل فين. الولد مثل اعلى. تواصل مع يورجن كلوب المدرب بتاعه، ويورجن كلوب بعد ما شاف التقارير والدكتور بتاع ليفربول شاف التقارير قال يا جماعه الراجل ده لازم ان هو يرجع يتعالج عندنا. اتحاد الكره المصري اتفاجئ ان لا، ان صلاح ما عندوش مانع ان هو يرجع. انا لو في نفس الموقف كنت اقول لا انا هقعد مع المنتخب. احلى مسا عليك يا صفرا يا اللي شغله بالك بيه. في سبب اللي خلى الراجل صلاح ده ان هو يلعب في التوب ليفل او في المستوى الاول في اوروبا وما يبقاش عنده مشاكل مع الناس اللي حواليه؟ اكيد في سبب غير الاسباب اللي احنا عارفينها. السبب ده ان هو راجل بيسمع الكلام. انا كنت بتخانق على طول. مش هعمل برضه اللي في دماغك، اخليك تموت بحسرتك. في لعيب كرة قدم سابق شدوا للإخوان المسلمين، حاولوا تجنيده، كانوا هينجحوا خلاص في تجنيده، ومصر عرفت وعرفت مين اللي بيقوم بالأدوار دي، وصلاح اتجاب واتعمل له إعادة غسيل مخ. كان صغير قوي، كان في المنتخب الأولمبي. حد عايز الدوشة دي؟ لا في الواحد مش عارف يركز أصلا، عامل صداع.